معي مباشرة من الرياض الإعلامي الرياضي فهد الزهراني. مساء الخير فهد، وخليني أسألك في البداية، كيف شفت مستوى الأندية واللاعبين بعد العودة طبعا للمباريات من فترة التوقف الكبيرة اللي تقريبا وصلت لخمسة شهور بسبب كورونا؟ مساء الخير أخوي حازم. ما في شك أنها يعني عودة تعتبر جيدة قياسا بالظروف اللي يعني كانت موجودة في السابق، أو يعني عانت منها الأندية فترة التوقف. ثم اليوم يعني نلاحظ تدني في أو ارتفاع بدرجات الحرارة، بالتالي هناك صعوبة في أداء المباريات، لكن الحقيقة أدى الجميع بشكل جيد في هذه الجولة. يعني كانت النتائج إلى حد ما مقبولة. هناك مباريات كانت مثيرة مثل مباراة الهلال والنصر اللي يعني انتهت برباعية لصالح الهلال. بشكل عام أعتقد أنها يعني عودة جيدة قياسا بكل ما يعني ما تم الترتيب له قبل انطلاقة الدوري واستئناف الدوري. الترتيب تقصد فهد من قبل يعني الأندية صح؟ يعني الترتيب تقصد من قبل الأندية تفضل. نعم الأندية وكذلك المؤسسة الرياضية متابعة اللي كانت موجودة من قبل وزارة الرياضة. يعني الحقيقة أن نعود في مثل هذه الظروف بهذا الشكل يعتبر أمر جيد يعني قياسا بالظروف. طيب هناك حديث يا فهد خلال اليومين الماضي على التحكيم، وطبعا في مباراة الهلال والنصر، خليني أخذها بعيدا عن التحكيم. طبعاً كيف شفت المباراة وكمستوى فني في المباراة، من كان أفضل ومن كان يستحق الفوز من الجهة الفنية؟ طبعا اعتقد النتيجه ذهبت لمن استحقها. الهلال استحق الفوز يعني بطبيعه الاداء اللي قدمه داخل المباراه. كان هناك يعني تماسك في خطوط الفريق، استطاع ان يفرض سيطرته. طبعا النصر حاول العوده، ولكن يعني كان هناك بعض الخلل في الجوانب الدفاعيه في فريق نادي النصر ادت الى يعني ولوج 4 أهداف في مرمى، بينما كان الهلال يعني يسير المباراه بشكل جيد. الهلال لديه تفوق في جانب اللاعب المحلي وجودة اللاعب المحلي إلى جانب اللاعبين المحترفين الأجانب. بالتالي استطاع الهلال أن يحسم هذه المباراة وأن يضع خطوة مهمة في صدارة الدوري أو في الذهاب إلى لقب الدوري. الهلال حسم اللقب يا فهد؟ في تصوري الشخصي أنه الهلال يعني يقترب بشكل كبير يعني بنسبة يعني 70-80% من تحقيق الدوري، لكن أتصور يعني هناك مباريات سيعزز فيها الهلال من صدارته وتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم. طيب فهد، من الهلال والنصر روح لمباراة الاتحاد اللي كانت مع أبها، غضب جماهيري كبير على مستوى ونتائج الاتحاد بعد الخسارة الأخيرة، إيش مشكلة الاتحاد يا فهد؟ الحقيقة أنه يعني خسارة يعني ثقيلة وقاسية جدا على جماهير نادي الاتحاد. كان الجميع يعني يمني النفس أنه الاتحاد يعني يعود شيئا فشيئا أو يبتعد كثيرا عن المناطق الخطرة في سلم الترتيب، لكن تفاجأ الجميع بخسارة الاتحاد أمام أبها، وهو الفريق اللي يعني عسكر من عدة أيام في أبها للتعود على الأجواء يعني ووضع برامج تدريبية وما إلى ذلك. لكن الحقيقة المفاجأة أن هناك يعني أنه الاتحاد خسر في هذه المباراة، وبالتالي يبقى خسر بسبب مين يا فهد؟ خسر بسبب مين؟ بما أنك كنت أحد أعضاء النادي الأهلي سابقا. نعم. يعني وكنت في قريب من جانب التدريبي والفني بشكل كبير، إيش الأسباب؟ الأسباب فنية، أسباب إدارة، إيش الأسباب بالضبط اللي موصل الاتحاد لهذا السبب أو أن هذه الخسارة؟ يعني في المقام الأول أتصور في المقام الأول هناك مشاكل فنية، يعني أداء لاعبين مستويات يعني لا ترقى يعني لتقديم أعطاء جيدة تليق باسم نادي الاتحاد. الاتحاد يحتاج إلى غربلة في تصور الشخصي في الفترة المقبلة، يعني حتى ينجو من شبح الهبوط. يعني على الاتحادين يتكاتفوا في الفترة المقبلة يعني على الأقل يعني الخروج من دائرة الخطر والهروب من المركز 13. اليوم المركز 13 لأول مرة الاتحاد في تاريخه كله يصل إلى هذه المرتبة، وهذا أمر خطير جدا، والاتحاد يعني فعليا مهدد بالهبوط. إذا لم يكن هناك تكاتف لإنقاذ النادي، أنا أعتقد أنه هو يعني سيكون مآله الهبوط في نهاية الموسم. لكن وأيضا من الأمور الخطيرة أنه سيواجه الأهلي في المباراة القادمة. المباراة القادمة صحيح. في المنطقة الغربية. يعني آخر سؤال. نعم. عشان الأهلي والاتحاد سيكون يعني فيما لو خسر الاتحاد سيكون قاسي جدا على مسيرته في الدوري. لو خسر من الأهلي تشوف أنه رايح في طريق الهبوط؟
يعني سيكون أمر خطير على نادي الاتحاد وربما يعني يهبط. شكرا لك فهد الزهراني، كنت معي من الرياض الإعلامي الرياضي، أشكرك جزيل الشكر. الآن هذا كل ما لدي في فقرة الرياضة، عودة لتغريد وعلي. شكرا حازم.